بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم مع قصة جديدة ومع أحداث جديدة ومع شيخ الأنبياء، مع إبراهيم عليه السلام الذي استطاع أن يسطر لنا بمداد من ذهب تاريخ الأمة التي تنتمي إلى الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام هو خليل الله، اصطفاه الله سبحانه وتعالى وفضله على كثير من خلقه. إبراهيم عليه السلام هو خليل الله، اصطفاه الله سبحانه وتعالى، فضله على كثير من خلقه. طبعا هنا كان يعيش إبراهيم عليه السلام في مجتمع مليء بالأصنام، منهم من يعبد الأوثان الأصنام الحجرية، ومنهم من كان يعبد الكواكب، ومنهم من كان يعبد كثير من العبادات تنوعت في عصر إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو ابن تارخ أو تارح كما في بعض ابن ناحور، ويرجع نسبه إلى نوح عليه السلام. طبعا هنا إبراهيم عليه السلام ولد في كلدان أو بلد اسمها الكلدانيين، موجودة في منطقة أور بالعراق، وهذه المنطقة يعني تسمى أرض بابل، تسمى أرض بابل. يعني ولد إبراهيم عليه السلام بأرض بابل بالعراق، وهذا هو الصحيح والمشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار الصحيحة. وكان عليه السلام أقرب شبها به محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في هناك التقاء في الشبه. إذا نوح عليه السلام من الأنبياء الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بخصائص عظيمة ومنزلة كبيرة. فمن منزلة إبراهيم عليه السلام أنه كان قانتا، شوف الآن في صفحة 75 كل هذه العناصر موجودة، أنه كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. اثنين، أنعم الله تعالى عليه واجتباه واصطفاه وهداه إلى صراط مستقيم. لهذا إبراهيم عليه السلام سماه الله تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى بما عليه من تكاليف ربانية كلفه الله تعالى بها فنجح في الاختبار. وكذلك إبراهيم عليه السلام من أهم صفاته واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي أن الله تعالى كان، شوفوا الآن قضية الخل، علاقة الخلة وهي أعلى درجات إيش؟ الصداقة والمحبة. فهو مش البس المشكلة، إحنا قاعدين، هناك من العلماء، هناك من الأتقياء، هناك من الدعاء يبذلون أقصى ما يملكون من جهد حتى ينالوا حب الله، فما بالكم إذا كان الله تعالى، أنا ممكن أكون بحب الله بس ربنا يحبني؟ شفتوا الآن؟ يعني هنا شهادة من الله سبحانه وتعالى أنه شديد الحب لمن؟ لإبراهيم عليه السلام. إذن هذه هي العلاقة، علاقة الحب بين الله تعالى وبين عباده، وهذا أسمى الغايات، أسمى الغايات، أن تنالي حب الله أو تنالي رضا الله سبحانه وتعالى. لأن احنا كلنا في الكون الهدف الأعلى هو رضا الله سبحانه وتعالى، أن يكون الله سبحانه وتعالى قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذا ما ناله إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك أن إبراهيم جعل الله سبحانه وتعالى في ذريته النبوة والكتاب، يعني من نسل إبراهيم عليه السلام بدأت الرسالات. الأنبياء الرسل جميعهم كانوا من مين؟ من نسل إبراهيم عليه السلام. طبعا هنا من ضمن الصفات وأهم الصفات أيضا التي تنبه أو بينها الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام قال في حقه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن
قال إني جاعلك للناس إماما، أي صفة، إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. انتبه للآيات. أولا إني جاعلك للناس إماما، هذا واحد. معناته إماما، إماما للناس في الدين والدنيا معا. فالذي يرشح لقيادة الناس ولإمامة الناس لابد أن يتصف بصفات عظيمة، ولابد أن يقدم تضحيات بين يدي الله. لابد إيش؟ أن يقدم تضحيات بين يدي الله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. أولا خلينا نشوف ابتلى، بدنا نقف مع ابتلى. ما هي السين؟ ما هي الابتلاءات التي تعرض لها إبراهيم ونجح في الاختبار؟ شو الابتلاءات؟ القذف في النار على طول؟ طيب، القذف في النار، بعدين ذبح ولده إسماعيل. قبل ذبح ولده إسماعيل اللي هي الهجرة بهم إلى أرض لا ليس بها زرع ولا ماء. الهجرة، طيب، يعني بمعنى وضع إسماعيل في وسط الصحراء. قضية إيش؟ لا أنا بتكلم ابتلاءات، محن تعرض لها إبراهيم فنجح في الاختبار، يعني في النهاية حتى يستحق أن يكون إبراهيم الذي وفى ويستحق أن ينال الإمامة، يعني قائد للدنيا. مش معقول بناء الكعبة، هذا شرف. طيب، إذا إبراهيم عليه السلام، انتبهوا، أولا تعرض إلى محن كثيرة وهو شاب. عندما كان داعية إلى الله، شاب يافع بيملك من العنفوان والقوة ما لا يملكه أحد في عصره، لأنه كان يتمثل بالقوة شخصية إبراهيم عليه السلام. ومع ذلك ذهب لدعوة قومه ولدعوة أبيه، ثم دعوة الحاكم الظالم آنذاك وهو النمرود، والذي يعرف بمين؟ بإيه؟ بالنمرود. الآن ذهب ليدعوه إلى مين؟ إلى الإسلام، فرفض. وبعد أن رفض ماذا فعل؟ شفتوا الآن الابتلاء، فاستخدم كافة الوسائل التي يمكن أن يستخدمها أي داعية إلى الله، الحكمة، الموعظة الحسنة، جادلهم بالتي هي أحسن، وبالتالي كل هذه الأساليب كانت موجودة، ومع ذلك لم يفلح. فماذا كان الأمر النهائي؟ قال تالله، يعني أقسم بالله، تالله لأكيدن أصنامكم، فهدم الأصنام. فماذا، من الذي فعل هذا؟ فتى يقال له إبراهيم، آتوا به فحرقوا. أنا بدي أختصر لأنه هذا حفصله بالتفصيل فيما بعد. الآن لما جاءوا بإبراهيم وجمعوا الحطب وشقوا الأخاديد وأشعلوا النيران، فألقوا إبراهيم بالمنجنيق إلى النار. وبينما هو كذلك، وإذا بجبريل عليه السلام يلتقفه فيقول له يا إبراهيم ألك حاجة؟ إلك طلب تطلب؟ تمنى يا إبراهيم. انظروا، لحظات يلقى فيها الإنسان في مفهومنا البشري إلى الهاوية، إلى الدمار، إلى الحرق، سينتهي، سيموت بعد لحظات. بالله عليكم، ماذا كنتم تنتظرون من إبراهيم أن يطلب؟ كان تلقائيا أن يطلب النجاة، أن يقول يعني أنقذني من هذه النار اللي قاعدين الآن القوم من الكفرة والظلمة قاعدين على سدة الآن يشاهدون، يتفرجون على المنظر وهو إبراهيم وهو يحترق. وإذا بإبراهيم يقول له أما منك فلا، وأما من الله فنعم.
شفت قضية الثبات، قضية اليقين بأن النجاة لا يمكن أن تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قال أما منك فلا، وأما من الله فنعم. إن كانت النجاة من المخلوقين، إن كانت النجاة حتى لو كانت من الملائكة ومن المصطفين من الملائكة أو البشر برفضها. أنا بس فقط أتقبل أن تكون النجاة من مين؟ يعني أنا بدلا ما ألجأ لك بتمنى على الله مباشرة، بقول يا رب وربنا بيستجيب. وإذا بعدها مباشرة ألقي في النار، وإذا بإبراهيم يتضرع إلى الله تعالى يلجأ إليه بالدعاء بالبكاء بالتبتل بالاستغفار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. مش قالها إبراهيم وهو في النار؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما علم الله تعالى وهو يعلم من الأزل صدق التوجه عند ذلك الداعية إلى الله وهو نبي ورسول وهو من أولي العزم الخمسة من مين؟ من الرسل، صدق التوجه وإذا بالله تعالى يقول يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نجح إبراهيم في الاختبار الأول. الاختبار الثاني أنه كبر وأصبح يقارب كما في بعض الروايات 80 من عمره، قيل في بعض الروايات أنه كان عمره 83 سنة، ولم ينجب، كان إيش ماله؟ عقيما. ومع ذلك كل الدلائل بتقول أنه إيش ماله؟ مش هنجب، لكنه طمع في كرم الله ودعا الله سبحانه وتعالى ألا يجعله فردا لوحده، فماذا؟ فكان الإنجاب، فأنجبت زوجه هاجر مين؟ إسماعيل عليه السلام. فلما أنجب إسماعيل وأخذ جزءا من قلبه، لأن الولد مهجة القلب، الآباء في هناك ميل عاطفة حب للأبناء، فماذا فعل؟ وإذا بالله تعالى يأمره أن يأخذ بولده إسماعيل وبزوجه هاجر ويلقيهم هناك في وسط الصحراء حيث لا زرع لا ماء لا أسباب حياة، وحطهم في الصحراء ولم يترك معهم إلا قربة ماء وجراب من تمر. وعاد أدراجه فأمسكت به هاجر، قالت له الله أمرك بذلك؟ فقال لها نعم، قالت إذن لن يضيعنا الله. شفت اليقين عند المرأة المسلمة؟ شفت اليقين الراسخ في القلب؟ لن يضيعنا الله، يقين استسلام كامل لله تعالى بأن الله لن يخذلهم أبدا. فماذا تفعل؟ أتلطم الخد؟ أم تشق الجيب؟ أم تستسلم لي مقدرات الحياة؟ بالطبع لا، بل بدأت تبحث عن أسباب الحياة، أخذت بالأسباب، وضعت طفلها الرضيع في سفح الجبل، ثم صعدت إلى جبل يقال له الصفا، وأخذت تنظر لعلها تجد ماء، لعلها تجد إنسان، لعلها تجد طير حيوان أي شيء حتى تستأنس به. فما وجدت، عادت فاطمأنت على ولدها وصعدت إلى جبل المروة، الصفا والمروة، وهكذا حتى فعلتها 7 مرات، يعني 7 أشواط طالعة نازلة. وفي النهاية يقول الطبري كدها الجهد وأرهقها التعب، فاستلقت عند قدم طفلها الصغير وإذا بنبع من الماء يخرج تحت قدمه، فخافت أم إسماعيل على الماء فأخذت تزمه. يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو لم تزم الماء لبقي نهرا جاريا. شوفوا الآن العلماء إيش قالوا، هذا أكبر جهد يمكن أن تبذله المرأة، وفي النهاية النجاة والفرج مش في الأسباب اللي خدتهم،
ولا في سبب. انت سعيتي وعملتي 7 أشواط اقصى ما تملكي والنجاة مش فيها. النجاة في شيء اضعف من ذلك، وهو ايش؟ بعض الروايات تقول ان قدم الطفل الصغير دك الارض بقدمه فخرج نبع من الماء بإرادة الله ليعلم الناس والبشرية الأخذ بالأسباب، وأن النجاة قد تكون في غير هذه الأسباب، في سبب يقدره الله تعالى ولو كان ضعيفا. والرواية الثانية بتقول أن جبريل جاء فدك الأرض بجناحه بعد أن تعبت، وإذا بالمدد الإلهي. يعني أنتوا يا شعب فلسطين قدموا من أجل الأقصى، من أجل دينكم، من أجل أرضكم، من أجل أرضكم قدموا ما تملكون. ولما أنتم بتبذلوا أقصى ما تملكون تتدخل العناية الربانية، فكانت النجاة. وإحنا شوفوا الآن النجاح الثاني، بديش أفصل النقطة الثالثة. كبر إسماعيل الآن وبدأ معروف شاب، لما وصل فلما بلغ معه السعي أصبح إسماعيل قادر على قضية الحركة والإنتاج والعمل. جاء والده من فلسطين، لأنه كان في حبرون وهي الخليل لفلسطين، إلى وين؟ مصر؟ إلى مكة، على طول إلى البلد الحرام، عند بيت الله. مش ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فجاء إليه وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. اختبار الثالث، رأى في المنام أنه يريد أن يذبح ولده. انظر استسلام من إبراهيم، مش بس استسلام من إبراهيم، إبراهيم كان قادر أن يقول أن هذه رؤيا شيطان، وانتوا عارفين رؤيا الأنبياء حق، مش ممكن. فالآن إبراهيم عليه السلام يطلب من ولده أن يقوم بذبحه، استسلام كان من الأب، وفي المقابل كان استسلام من الابن. الابن كذلك كان بمقدوره أن يقول ما هو هذا الدين وما هو هذا الإله والرب الذي يأمرك بأن تقوم بذبح ولدك، أليست هذه جريمة؟ كان بمقدور أن يقول كذلك، ولكنه ماذا قال؟ طلعوا الابن البار، الابن الذي تربى على موائد الفكر التوحيد بالله سبحانه وتعالى، عبادة الله. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، بمعنى أن الولد يعلم علم اليقين أن هذا أمر وتكليف من قبل مين؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما الاثنين استسلموا لأمر الله وتلغوا للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. جزاء، شفتوا نجح إبراهيم في الاختبار. وللحقيقة أنني وقفت على رواية وهي بحاجة إلى بالفعل إلى تخريج، أن إبراهيم أن إسماعيل عندما وضعه والده على الأرض قال له يا والدي حز سكينك واسدد وثاقي، اربطني كويس، واعصب عيني، وارفع ثوبك، ارفع جلبيتك، حتى إذا ما ذبحتني وانتضح دمي على ثوبك فلا تراه أمي فتحزن. يا أبتي حز السكين، شد الوثاق كويس عشان ما أنا مفلتش، فإذا انتضح دمي على ثوبك تراه أمي فتحزن. شوفوا الابن البار بفكرش في كيف بده يموت، وهذه النهاية، لسه خايف على الأم أن تحزن عليه. هذا هو البر بالآباء. من هنا شفت الداعية، حتى وهو في أحلك الظروف المحيطة به لم ينسيه دوره في قضية البر وتذكر الأهل. فكم من شاب وشاب الآن
يعيشون في خضم هذه الحياة لا يلقوا بالا لا للوالد ولا للوالدة، وربما تحت حجة الدعوة والدين والعمل وكذا، وبيقع في قضية العقوق. هذه وقفة. فنجح إبراهيم في الثلاثة. لكن أنا بدي أكد على مسألة مهمة، إن إحنا الشعب الفلسطيني بفضل الله استطعنا كما ذكرت مرارا وتكرارا أن نقول أننا جسدنا بل نشرنا ثقافة الجهاد والمقاومة، وذكرت دور المرأة في توديع الأبناء للشهادة والاستشهاد. من الشيء ممكن المتقبل إني أنا أدفع ابني إلى ميدان القتال والمقاومة، لكن مش من السهل جدا أن أقوم بذبح ولدي بيدي. مسألة مش ممكن يتخيلها العقل. تصوروا إني أنا أدفع ابني إلى الجهاد، أودع ابني وهو يذاهب إلى عملية استشهادية، ربما يتقبلها الإنسان أو بعض الناس، لكن أن يقوم بذبح ولده بيده هذا ما لا يمكن أن يتخيله أو يتصوره العقل. ومع ذلك رضخ إبراهيم وإسماعيل معا إلى إرادة الله. شفتوا قضية التضحية؟ وفي النهاية وفديناه بذبح عظيم. بعد أن ثبتوا في ميدان التجربة والاختبار كانت النجاة. شفتوا النجاة؟ وانتم تستغربوش يا أخواتنا الكرام، بالذكرات في قصة إسماعيل لما دك الأرض، فحتى في القرآن في قصة أيوب عليه السلام قال له أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أيوب أصيب من الكد والتعب، وبعدين عجز على أن يقوم بأي عمل، فقامت الزوجة وكانت تأتي بالطعام والشراب إليه وهو قعيد مقعد لا يستطيع الحراك. وبعد سنين طويلة من الألم والتعب بث حزنه إلى الله، بث الحزن بس بناجي ربه، يا رب، لأنه يريد أن يتقوى على طاعة الله على عبادة الله. العجز أقعده عن عبادة الله، فإذا بالله سبحانه وتعالى يقول له أركض دك الأرض بقدمك. قبل فترة قصيرة احنا بنقول قدم طفل صغير هزيل له اسماعيل رضيع يدك الارض فتخرج النبع، والان شوفوا نبي من انبياء الله مش عارف انه الفرج تحت قدمه. اذا الفرج والنجاه من الله سبحانه وتعالى. اذا نجح ابراهيم في الاختبارات الثلاثه، لهذا قال ابراهيم الذي وفى واني جاعلك للناس، يعني اذا اردت ان تكون امام للناس فعليك أن تكون في الأمام في المقدمة، دائما القائد في المقدمة. السابقون أولئك المقربون، السابقون في كل مجالات الحياة. هأنذا أن تدق على صدرك وتقول أنا في المقدمة في ميدان العلم، في ميدان الجهاد، في ميدان السياسة، في ميدان العبادة، في ميدان الورع، في ميدان حب الناس، في كل الميادين. من أراد أن يكون قائدا، مش إحنا بدنا نيجي بالقيادة من خلف الدبابات ومن وراء المواخير وأماكن الفساد يريدون أن يتصدروا قيادة شعوبهم. هذا ما يجب أن نفهمه جيدا. ومع ذلك كانت له الإمامة وطمع إبراهيم عليه السلام. شوف الملاحظة الرائعة، أن تكون القيادة في نسله وفي أبنائه. ومع ذلك الله تعالى، شوفوا الأدب الجم في القرآن في الأسلوب القرآني، لم يقل له لا ولا نعم، وإنما قال لن ينال. لا ينال عهد الظالم، يعني الظلمة الفسق من أبنائك يا إبراهيم لن ينال هذا الشرف. يعني بمعنى، شفتوا قضية الأسلوب المعاكسة، يعني بمعنى أن أولادك الثقات أولادك إيش مالهم؟ الذي تتحقق فيهم صفات الإيمان هم الذين ينالهم هذا الشرف العظيم، فتكون فيهم القيادة من بعدك. وهكذا يؤكد. أما نحن هذا هو الشرع،
هذا هو الدستور القانون القرآني اللي بيعطيني كيف نختار قادتنا، كيف نختار زعماءنا، كيف نختار من يمثلوننا في كل الميادين وكل في كل الأماكن. إذن هذا إني جاعلك للناس إماما، هذا ما لمسناه كلمة ابتلى. ولكن إيش قال؟ إذ ابتلى إبراهيم ربه. الآن شوفوا الآن بكلمات، نشوف إيش الكلمات. الكلمات هنا اختلف العلماء في المراد بالكلمات، منهم من قال شرائع الإسلام، اثنين الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الكلمات. يعني شوفوا أهم شيء في إنه الإنسان أن يتلقى كلمات ربه، تعاليم الله، أن يكون داعية. والآن يعني مش الإنسان أخرس، مش الإنسان ساكت وأنا مالي، مش السلبية، لابد يكون عنده الإيجابية، الاستعداد الدائم بالتضحية وقضية مخالطة الناس والصبر على أذاهم، لأنه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيتعرض إلى الإيذاء. ثلاثة قضية ذبح ولده إسماعيل، أداء الرسالة، الرسالة التي كلف بها. إذن هذه هي الكلمات التي إيش ماله تكلم عنها. طيب هذه الكلمات، لكن خرج إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال لنا يا جماعة أنتوا تكلمتوا عن قضية ابتلاء وقلت الابتلاءات الثلاثة، مش هيك؟ قال يا عمي لا، قضية أنه ابتلى إبراهيم بالطهارة، يعني تكليف كبير، ابتلاء لإبراهيم. قال له شو؟ طلع ابن عباس قال خمسة في الرأس وخمسة في بقية الجسد. شو الخمسة في الرأس؟ قال يا عمي المضمضة، الاستنشاق، السواك، فرق الرأس، قص الشارب، والبقية في قضية الجسد شمه، قص الأظافر، الحلق العانة، الختان، نتف الإبط، الغسل الغاض، التبول. كل أنتم لاحظين الخمسة الأولى تسمى سنن الفطرة، يعني بمعنى أن إبراهيم ابتلي، يعني بمعنى أنه كلف من قبل الله بقضية الطهارات، وهي إيش مالها اللي سميناها سنن الفطرة. إذن خمسة في الرأس وخمسة في الجسد، سواء هذه وانت دير بالك. احنا بنقول ان الابتلاءات لما يجيك اذا جاء صيغة سؤال، اذا قضيت بكلمات ففهمنا شرائع الله، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم اداء الرسالة التي كلف بها، وقضية ذبح الولد كان هذا كلمات واختبارات. وهنا قال انه الابتلاء يعني اولا بنقول الابتلاءات، وبنذكر الابتلاءات الثلاثة اللي هو قضية حرق النار، قضية وضع ولده إسماعيل في وسط الصحراء، بعدين الذبح لولده، ثم ثانيا اللي هي الطهارة والتي تكلم عنها ابن عباس. يعني في حالة أنا بدي أكون عندي الحالة العامة بقول أولا وثانيا، لكن لما أنا بقول ابن عباس بكون بتكلم عن مين؟ عن قضية الطهارة وهي السنن المرجعية. هذه طبعا اللي هو خصائص وسمات إبراهيم عليه السلام. وكان من أهم ميزة ميز الله تعالى بها كذلك إبراهيم أنه أول من يكسى يوم القيامة. ليه؟ هم الناس يا عمي عراه يوم القيامة؟ أكيد مش أكيد مش ليش قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. استغربت عائشة رضي الله تعالى عنها بتقول يا رسول الله الرجال والنساء مع بعض يعني عراة؟ قال لها لكل الأمر أصعب من ذلك يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الله أكبر. هم الناس يوم القيامة، يوم شدة الموقف في ذلك اليوم، هم بحاجة لسه بده ينظروا لبعضهم البعض. الأمر أشد من ذلك يا عائشة، الكل
الصغير والكبير حتى كبار الأنبياء والرسل يقولون يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. شفتوا من هول الموقف الناس بحاجة يتطلعوا إلى فتن. ولهذا إذن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، لأنه شوفوا هنا الحديث يقول إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، يقول كما بدأنا أول خلق نعيده. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. شفتوا هذا الحديث، هذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم. إذن شوفوا هذا هو إبراهيم عليه السلام الذي أصبح إماما وأصبح قائدا للأمة. إبراهيم نشوف الأجواء اللي عاش فيها، حال المشركين قبل البعثة، حال القوم الذي نشأ فيهم إبراهيم. أولا نريد أن نتحدث عن المجتمع الذي عاش فيه إبراهيم. إبراهيم عاش في مجتمع قلنا يعبد الكواكب، يعبد النجوم، يعبد الأصنام. وكذلك المشكلة أن الحاكم الذي كان يحكم البلاد حاكم ظالم، وهو النمرود ابن كنعان، وهو أول جبار في الأرض كما ذكر عنه، أول جبار في الأرض، وكان أحد ملوك الدنيا بأسرها، كان عنده من العظمة، من القوة، من الجبروت، أسباب الرفاخية وأسباب الظلم. عنده مال، عنده أرض، وعنده كذا، متحكم في رقاب العباد. وبالتالي جاء إبراهيم ليعيش في ظل هذه الفئة الناس. طيب أما على مستواه الأسري البيت، فكان والده من هو؟ آزر، واللي قلنا عنه تارخ. أيوة، هنا أبيه آزر، هنا كان المصيبة ليس كافرا وفقط، مش كافر عادي، كان كافرا ومن علياء القوم، من الطبقة الارستقراطية، الطبقة الحاكمة المتحكمة في رقاب البشر. هذه واحدة. ثانيا كان يصنع التماثيل بيده ويقدمها إلى الناس لتعبد أو تتخذ آلهة تعبد من دون الله. إذن هو مصاب بأمرين، إنه أبوه مش واحد طبيعي اللي يمكن الوقوف في وجهه، ولكن والآن كمان إنه هو اللي قاعد بيدفع إلى الكفر، بيدفع الناس دفع، يعني مش كذا. إذا إحنا عمال محاربة أخل البدع الذين يدعون إلى البدع، يعني مش صاحب بدعة وساكت، لا، صاحب بدعة وبدعوا له، فما بالكم لو كان الوالد ممن يغذون الكفر ومحاربة المسلمين. شفتوا هذه معوقات، من معوقات الداعية، أن يكون مبتلى الداعية في أحد أفراد الأسرة، سواء كان والدا كإبراهيم أو ابنا كنوح عليه السلام أو زوجة كمين كلوط. شفتوا المصيبة، حتى القرآن ذكرنا نماذج متعددة، نماذج متعددة. في النموذج الأول من قصة نوح، الابن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. طب والآن الوالد. شفت قضية المفارقة العجيبة في قضية القرآن الكريم في بيان هذه الحقائق للدعاء، هذه هي المعوقات. ومع ذلك لم يمنع هذه الأمور، لم تمنع إبراهيم عليه السلام ولا غيره من الرسل من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما استمر إبراهيم في دعوته، يملك قوة الإيمان، يملك طهارة القلب، يملك قدرة التأمل في عظمة الله وجلاله، فصار وهو يملك هذه القوة والعزيمة التي لا يمكن أن تنقطع أبدا، يعني يعمل على مدار الساعة في دعوة الآخرين إلى الخير وإلى دين الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نتعلمه من هذه الفقرة، وأكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.